الأرجنتين تنتصر على فرنسا بركلة الترجيح وترفع كأس العالم قطر 22. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم من جديد، وزي ما عودتونا عودناكم ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وكمان نوحد الله، ولو مش مشترك ياريت تشرفنا بالاشتراك وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. افلح المنتخب الارجنتيني في رفع كأس العالم قطر 22 مساء اليوم الاحد على ارضية ملعب ليوسين بعد تغلبه على المنتخب الفرنسي في اللقاء النهائي بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الزمنين الاصلي والاضافي ب 3-3. وتألق اللاعب انخيل دي ماريا في الشوط الاول من المباراة بشكل ملفت للانتباه بعدما تم الاعتماد عليه اساسيا من طرف المدرب الارجنتيني، حيث اقترن اسمه بهدفين مسجلين في شباك الحارس الفرنسي هوغول لوريس. وتسبب دي ماريا في ركلة جزاء بعد سقوطه على مقربة من مرمى منتخب الديكا، فقد تولى تنفيذ الركلة النجم ليونيل ميسي في الدقيقة 23 بكيفية ناجحة جعلت النتيجة لصالح الأرجنتين 1-0. وبحلول الدقيقة 36 عقب هجمة مرتدة سريعة ومركزة تلقى دي ماريا الكرة من زميله ماك أليستر، وبعد انفراده بالحارس الفرنسي عمل على هز الشباك وجعل منتخب بلاده متقدما بهدفين نظيفين. وعن تعليق النجم محمد صلاح على فوز الأرجنتين وتتويج ليونيل ميسي، قال محمد صلاح: لا تعليق يستحقها بجدارة. أخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه.